عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. ومعانا النهارده فيديو جديد وخبر جديد، فاكرين دايما ان هنا وبس هتلاقوا كل الاخبار الجديدة ان شاء الله. وطبعا النهارده وصل جماهير نادي الاهلي والاهلي لمطار قطر خلاص علشان خاطر يلعبوا مع الرجاء البيضاوي المغربي عشان بيتنافسوا على السوبر الافريقي ان شاء الله، والمباراة يوم الاربعاء. عايزين حضراتكم تكتبوا لنا التوقعات مين اللي هيكسب فيهم باذن الله. والجماهير بيحيوا فريق الاهلي تحية كبيرة جدا جدا لوصولهم لمطار قطر. شايفين كده الجماهير استقبلوا الاهلي استقبال حافل جدا 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 بكل حماس وبكل تشجيع، ونتمنى طبعا ان المباراة تكون كويسة جدا والفوز للنادي الاهلي ان شاء الله، ونشوفكم على خير ان شاء الله، واحنا بنحتفل بالفوز السوبر الافريقي باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.